الله القاهره، وتنتمنوا من المنتخب المغربي ديالنا يديروا شي نتيجه ايجابيه ويفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي وديما مغرب. وانا كمشجع مغربي كنتمنى المنتخب يفرحنا وما يخيبش الظن ديالنا فيه. اننا متفائلين بهذا المنتخب هذا وهذا الجيل الجديد هذا، الله يفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي باكمله، وان شاء الله الاحتفالات يكونوا جد اعلى في القاهره، نجيبوا لاكوف من مصر ان شاء الله في القاهره ونفرحوا كاع المغاربه وديما مغرب. احنا جينا نشجعوا المنتخب، جينا من المطار محمد الخامس ان شاء الله باش نوصلوا للقاهره، ان شاء الله تكون شي نتيجه ايجابيه للمنتخب المغربي، نربحوا ان شاء الله، ما كرهناش ندوزوا للدور الموالي، نوصلوا للفينال، نديوا الكاس، نجيبوه معنا ان شاء الله. مثلناهم في روسيا ما جابش الله، جينا معاهم من الكوت ديفوار وصلنا لروسيا ما جابش الله، ماشي مشكل، وان شاء الله نجيبوا الكاس ان شاء الله ونجيبوه معنا ان شاء الله. احنا غادي ان شاء الله باش نرجعوا المنتخب الوطني، وعازمين ان شاء الله باش نرجعوا بلاكو. فكما كتشوفوا كلشي متفائل هنايا، الجماهير كامله متفائله، كنتمنوا ان شاء الله يكون خير. يعني واخا زعما كاين داك الصداع في المنتخب، ولكن ضروري الواحد خصو يمشي يشجع المنتخب ديالو، وان شاء الله غادي نجيبوا لاكو. الحمد لله حنايا ديما تنويو الخير، تنتمنوا ان المنتخب ديالنا يوصل للفينال ونفوزوا بالكاس ويكون خير ان شاء الله، وكل شيء قريب، حتى حاجه ما بعيده. حنا غادي نساندوا المنتخب ديالنا لان تايقين فيه. اليوم نهار كبير، غادي نمشيو نشجعوا ان شاء الله المنتخب المغربي. حنا متفائلين بان النتيجه غادي تكون في صالح المنتخب المغربي. عندنا واحد التشكيله اللي مزيانه، غادي نشجعوا حتى لاخر مقابله، ونتمناو باننا نظفروا بهذا اللقب الغالي اللي غاب علينا هذه سنين، ونكونوا من المنتخبات اللي غادي تقدم واحد المستوى رائع. حنا كنثقوا في اللعابه ديالنا وفي الناخب الوطني، وكنشكروا الجامعه المغربيه والخطوط الجويه على التخفيضات اللي قامت بها من اجل توفير واحد الرحلات، كثرت لنا الرحلات باش نتمكنوا من الحضور المقابلات ديال المنتخب المغربي. اليوم ان شاء الله غادي للقاهره باش نشجعوا المنتخب الوطني المغربي في هذه كاس الامم الافريقيه. عندنا جميع الامكانيات ان شاء الله باش نحققوا اللقب، واللقب راه جايبينه ان شاء الله 100%.